أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله سيد الطيب من برقم على هذه القصيدة التي أوضح فيها شجية حبه وشوقه لشيخه سيدنا الشيخ بهذه المناسبة باسم جميع فقراء طريق المحمدية الفوزوية الكركرية وباسم جميع محبيها، وقبل ذلك باسم شيخنا سيدنا الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله سره، نبلغ أحر السلام والمحبة والشوق إلى شيخنا المبارك الشريف النسب جسدا وروحا. سأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغه منا أزكى السلام وأزكى المحبة وأزكى الشوق وأصدق ذلك كله. سأل الله عز وجل أن يرجعه إلينا سالما غانما. اللهم يا ربي متعنا بالنظر إليه، متعنا بصحبته وبمحبته، اللهم متعنا بقربه، متعنا بحنانه، متعنا يا ربي بكمال حسن الأدب في حضرته يا أرحم الراحمين رب العالمين. سيدنا في تونس الذين استقبلوا، اللهم يا ربي بلغ مرامهم فيك، عرفهم بك حق معرفتك، اللهم يا ربي أرهم فضلك وجودك وكرمك وعظيم قدرتك في توصيلهم إلى بحبوحة المحبة والعشق الإلهي يا أرحم الراحمين رب العالمين. سأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه السياحة لسيدنا الشيخ سياحة فتح، سياحة ومنزلا رحمانيا رحيميا ينتفع به تونس ومن حوله من بلاد المسلمين أجمعين. اللهم يا رب اجعل هذه السياحة فيضا لنور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الأقطار وعلى جميع هذه الأرض يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سأل الله سبحانه وتعالى أن يكون سفره وحله وترحاله وعودته سالمة غانمة بالنصر والتأييد والفوز الذي أيدت به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله. سأل الله عز وجل أن يجد في فقرائه وفي أسرته وفي أولاده وفي إخوته وفي محبيه قرة العين. اللهم يا ربي يا ربي سألك أن يجد قرة عينه في سلامة أهله وفي عافيتهم وفي شفائهم وفي راحتهم. يا ربي أبلغه غايته ومناه في سلامتهم جميعا وفي سلامة فقرائه ومحبيه ومحبته يا أرحم الراحمين. استمرارا إن شاء الله عز وجل في مذاكرة كتاب سيدنا الشيخ، هذا الكتاب القيم الذي جمع فيه سيدنا الشيخ أصول طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريقة المحمدية الفوزوية الكركرية. ظهرت كركرية في عصرنا هذا على يد شيخ الشيوخ سيدنا محمد فوزي الكركري الذي سمى كتابه بالكواكب الدرية في بيان الأصول النورانية، إشارة إلى صورة النور، إلى صورة المحبة، وإلى آية النور وآية المحبة، آية العشق الإلهي الذي تجلى على خلقه بفيض نوره فتنزل من كنزيته على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ففاض من قلبه على قلوبهم حتى تنورت قلوبهم وسالت قلوبهم على قلوب أهل الأرض، فانتفع به كل من خلق الحق عز وجل في كل زمان ومكان. وقفنا في المرة الماضية في قوله قدس الله سره، لذلك حددنا منهجية الكتاب بأن بدأنا بتعريف المصطلح لغة لما لها من مساحة واسعة تقلل دائرة الخلاف، ثم أتبعناها بمعنى المصطلح في طريقتنا المباركة بإذن الله، ثم المصطلح في الكتاب أي في القرآن الكريم بعد ذلك، ثم في الحديث الشريف، ثم ما تفرع بعد ذلك من مواضيع. فكانت منهجية الكتاب على طريقة
على طريقة أكاديمية جمعت بين التفسير اللغوي، لأن التفسير اللغوي مساحة واسعة يشترك فيها الناس كلهم، لأن للغة مشتركا بين جميع الفئات، بين عالمها وعامها. ثم بعد ذلك أيد قدس الله سره هذا التفسير اللغوي بتفسير الطريقة، تفسير اصطلاحي، طريقة الكركرية، طريقة أهل الله، طريقة القوم في تفسير المصطلحات، وهو شرح أو تفسير معنوي روحي يرتكز على شرح أو تفسير المقام على حسب استعداد كل متلق وعلى حسب طاقة فهمه وطاقة استيعابه القلبية. فكانت بعد التفسير اللغوي تفسير صوفي، ثم أيد ذلك رضوان الله عليه بالكتاب والسنة تبييناً بأن طريقتنا المباركة تعتمد على كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد في ذلك قدس الله سره بعد المصطلحات الصوفية التي قد تشكل على العامة من الناس من أهل غير الاختصاص ومن أهل من المسلمين الذين لا يدركون من طريق الله عز وجل إشكالات هذه الاصطلاحات الصوفية التي في الغالب هي اصطلاحات وإشارات للقوم بينهم يهيمون بها كأنها شفرة لهم تهيمهم في حب الله عز وجل وتدل على ستر المقام، وإلا فإن لمصطلحاتهم تعتبر من المشترك اللفظي فقط، وأما دلالتها فهي فوق العقل، وإنما هي من درب محطة ومنازل الروح في حضرة قرب الله عز وجل. لذلك قال شيخنا قدس الله سره: وعليك أيها القارئ اعتقاد التنزيه وبطلان التشبيه، ولتشد بالنواجذ على قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حتى يبصرك الحق بحقائق المعارف ويشربك من نهر المعرفة بالله. فكلام القوم رضوان الله عليهم كلام إشارات وعبارات تدل على منازل الروح ليس للعقل فيها مجال، فمن أشكل عليه الفهم فيرجع ذلك إلى حسن الظن بأهل الله عز وجل عملا على سنة الهادي المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي قال: خصلتان لم يبقى بعدهما من الخير شيء، حسن الظن بالله وحسن الظن بخلق الله، وليبتعد عن معنى الكلمة التي تعد من قبيل المشترك اللفظي فقط، وليحذ وليمل عن التشبيه، لأن الحق عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشيخ محي الدين بن العربي قدس الله سره: يقول سيدنا الشيخ: من قال بالحلول فدينه معلول، ومن قال بالاتحاد، وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد، إشارة إلى أن كلام أهل الله يفهم خطأ، حتى أن بعضهم اتهمهم بالحلول والاتحاد وهم أهل الله عز وجل أبعد من ذلك بكثير، لأنهم تحققوا في مقام القرب وتحققوا في مقام العقيدة المحمدية الصحيحة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيدة المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها، لا فرق بين ليل ونهار عندهم رضوان الله عليهم. فغالبا ما يخطئ الناس في تفسير كلام القوم رضوان الله عليهم، فالغاية منهم أنهم إذا قرأوا شيئا ولم يفهموه فليرجعوا أمره إلى الحق عز وجل وليحسنوا الظن بأهل الله، لأن العلم من قبيل الكشف الروحي الذي من به الله عز وجل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: ما كذب الفؤاد ما رأى،
فورث أهل الله هذا العلم النبوي كابرا عن كابر إلى أن وصل إلى أيامنا هذه. سأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهله. لذلك يقول سيدنا الشيخ: ولا تنكر من هذا العلم شيئا، إياك ثم إياك، فمن أنكر من هذا العلم شيئا حرم منه، والإنسان بطبعه عدو ما يجهل. قال تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا فليسلم القارئ لأهل الله عز وجل. ولا ينكر عمن رأوا بأعين قلوبهم حضرة جمال الحق عز وجل وجلاله، وليكون في ذلك من أهل تسليم حتى لا يحرم فضل هذا العلم. فإن التسليم لأهل الله عز وجل ولو بعدم السلوك معهم، كما قال سيد الطائفة الجنيد قدس سره رحمة الله عليه: الإيمان أو التسليم لطريقتنا ولاية صغرى. فمن سمع لأهل الله ولو لم يفهم وسلم لهم فله من الله عز وجل أجر الولاية الصغرى، أجر محبة أهل الله عز وجل. ثم يستمر شيخنا بقوله: ومنهجنا والحمد لله واضح جلي، بسيط غير مركب، سهل سلس. أصوله سبعة هي: العهد والسبحة والحضرة والمرقعة وذكر الاسم المفرد والخلوة والسر. هذه هي أصول الطريقة التي أفرد لها شيخنا قدس الله سره هذا الكتاب لشرح هذه الأصول. ثم يقول: وقد جمعناها لك في حكمة، تركناها لك طريقا حتى لا تأخذك السبل وتحيد عن طريق المحجة البيضاء. قلنا فيها: استحقر نفسك وعظم غيرك. استحقر نفسك لكون النفس البشرية محلا لمساوئ لا تعد ولا تحصى، حتى قال بعض العارفين بالله: عدد مساوئ النفس بعدد كمالة الله. استحقر نفسك لظلمتها، استحقر نفسك لميلها لمادتها وطبعها الدني، استحقر نفسك لبعدها عن الله عز وجل، استحقر نفسك لميلك عن جنب الله، استحقر نفسك لكون هذه النفس تبعدك عن الحق عز وجل وهو يردك إليه. ثم عظم غيرك لكونه ظهر من فيض كرم الله عز وجل، ظهر من فيض نوره، من فيض جوده، من فيض حكمته وقدرته. ثم يقول سيدنا الشيخ: لازم أرض العبودية، لازم أرض العبودية المحضة التي لا رائحة للربوبية فيها على أحد من الخلق، تخلقا بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عبدا حقا، تخلقا بالأسوة الصالحة من بعده بورثته أهل الله ورثوا سنته على التحقيق. فأرض العبودية المحضة هي التذلل لصاحب الملك والملكوت. فقال سيدنا الشيخ: لا رائحة للربوبية فيها، وصفات الربوبية التي لا يتصف بها إلا الحق عز وجل هي الكبرياء والعزة والعلم المطلق وصفات الكمال. فيوصينا سيدنا الشيخ بعدم تخلق بأخلاق العزة والكبرياء، وإنما يتخلق الإنسان بصفة الذل لمولاه عز وجل، ولصفة الانكسار ووصف نفسه بالجهل والعجز والفقر له. فالفقر أساس كل خير، الافتقار إلى الحق عز وجل هو صلب الطريقة وأسها وأساسها. فيقول سيدنا الشيخ: لازم أرض الذلة والتواضع والسكينة. والتواضع هو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا لسيدنا علي الذي سماه مكنيا له باسم لطيف جميل، فقال له، كان يدعوه صلى الله عليه وسلم بأبي تراب، فما أحلى هذا اللفظ دلالة على
تواضع سيدنا علي وتحققه من مقام وصفه الترابي الذي به رفع إلى أعلى عليين معه مع حضرته صلى الله عليه وسلم، فالتواضع هو التحقق بوصف العبودية من وصف أصل البشرية التي هي التراب، فلا شيء أدنى من التراب. فتواضع أن تضع نفسك تحت كل مقام. فيقول سيدنا الشيخ: لازم أرض الذلة والتواضع والسكينة، وطن قلبك على الرحمة لجميع خلق الله، وتواضع لجميع الخلق ولو حشرة، فقد تكون كنملة سيدنا سليمان. قال تعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فبتواضع سيدنا سليمان خاطب نفسه بنفسه على لسان نملة، فعلمته حكمة الحق عز وجل، فتعرف على كرم الله وعلى نعمة الله، فتبسم ضاحكا من فضل الله عز وجل شكرا لنعمته، حيث خاطبه الحق عز وجل من أدنى مخلوق صغرا وحجما، نملة سمى الحق عز وجل عليها صورة النمل، فرغم صغرها ورغم قلة شأنها في أعين الناظرين إلا أنها في نظر الحق عز وجل عظيمة كبيرة، سمى ربنا سبحانه وتعالى على اسمها صورة النمل، فكانت نموذجا للحكمة ونموذجا لكرم الله عز وجل، لأنها عكست صورة شكر سيدنا سليمان لربه عز وجل. ثم قال سيدنا الشيخ مستمرا ولو مسترسلا في كلامه: أي تواضع لخلق الله ولو لشجرة، فقد كلم موسى من الشجرة، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. صدق الحق عز وجل. فهذه الشجرة التي هي في نظر الناس مجرد نبتة أو مجرد مخلوق، كلم الحق عز وجل منها سيدنا موسى، فكانت عظيمة حيث جعلها الحق عز وجل في بقعة مباركة، كانت أصل خطاب الحق عز وجل لقلب موسى عليه السلام. ثم يستمر سيدنا الشيخ بقوله: فعظم كل خلق الله وافن عن نفسك، أي غب عن نفسك وشهواتها وإياك من كثرة القيل والقال، واصحب من يعينك على أمر دينك، واجعل لسانك رطبا بذكر الله، تكن معافا في الدنيا سعيدا في الآخرة. مذكرا سيدنا الشيخ لفقرائه ولجميع المسلمين ناصحا لهم، متبعا لسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث أوصانا فقال: إياكم والقيل والقال وكثرة السؤال، فما هلك من كان قبلكم إلا بكثرة سؤالهم. وأوصانا سيدنا الشيخ بصحبة من يعين على الدين، وأن نجعل لساننا رطبا بذكر الله حتى نكون معافون في الدنيا السعداء في الآخرة إن شاء الله. ثم بعد هذه المقدمة للكتاب يبدأ سيدنا الشيخ في أول أصل من أصول الطريقة المباركة، طريقة محمدية الفوزوية الكركلية، وأول أصل من أصولها وهو العهد. يقول سيدنا الشيخ: تفسير اللغوي للعهد هو الميثاق، وهو اليمين، وهو الوعد، إشارة إلى توثيق علاقة العبد بربه، وذلك استنانا وتأسيا بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي وثق عهده بربه، وثق صلته بربه. والميثاق هو
ربط حبلين بعضهما ببعض، إشارة إلى صلة القرب، إلى ربط صلة القرب بين العبد وربه. وهو اليمين أيضا في اللغة، وهو الوعد الذي يعد الإنسان أخاه أو ربه على تحقيقه. يقول سيدنا الشيخ في اصطلاح الطريقة الكركرية: التوحيد العهد هو التوحيد الخالص المعبر عنه بميثاق عالم الذر، المعبر عنه بميثاق عالم الذر الأول المأخوذ على بني آدم، حيث محل الشهود ومعرفة النفس، عندما سمعنا بلا آذان قوله تعالى: ألست بربكم؟ وأجبنا بلا لسان: بلى. فسيدنا الشيخ فسر العهد بكنه التوحيد الخالص، فالعهد كنهه هو التوحيد الخالص المشار إليه في الآية الكريمة التي قال فيها الحق عز وجل: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فالحق عز وجل أخذ منا ميثاقا في عالم الذر، وعالم الذر يتساءل المتساءل عن عالم الذر هو عالم وجود الحقيقة الإنسانية بغير تعلق بمادتها وبغير تعين في كثافتها الجسمانية، حيث كانت لا شيء، حيث يقول الحق عز وجل في حقها: هلت على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كان في محو عدمه الأصلي، حيث أشهده الحق عز وجل في كينونة لطيفة أشار إليها سيدنا الشيخ بعالم الذر نسبة إلى الذرة، أي ذلك الصغر المتناهي للوجود نسبة إلى لطافة هذا الوجود السري، هذا الوجود اللطيف الذي هو مأخوذ من أصل روحانيته التي خلقه الحق عز وجل في أول أمره منها، حيث نفخ الحق عز وجل من روحه في أبينا آدم عليه السلام، فكان هذا الأصل الأول قبل النفخ في الروح، حيث كانت الروح في الملأ الأعلى متعلقة بقرب الحق عز وجل وبمشاهدته وبقربه وبحضرته بغير تعلق لا بالمحسوسات ولا بالجوارح، حيث أشهدنا الحق عز وجل نفسا كلية أشهدها على ربوبية الله عز وجل باعتبار النفس الأول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هو صلى الله عليه وسلم الموفي بحق الإشهاد والشهادة، فأشهده الرب سبحانه وتعالى على الربوبية التامة بجميع مراتبها، وشهد صلى الله عليه وسلم على هذه الربوبية وحققها ووفى لها حقها عند عالم الوجود، عند في عالم الإمكان، عندما نزلت النفس الطاهرة أو الروح الزكية في جسد نوراني شريف، جسد سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الإشهاد عهدا له طرفين وميثاقا ربط بين جزئين، هذا الميثاق كان إشهادا لتجلي الربوبية في محل العين الأولى، عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجابة من عين هذه العين على قبول هذه الربوبية وعلى الوفاء بعهدها عندما تنزل هذه الروح في كثافتها المادية، فكان هذا العهد تجليا للربوبية على النفس الكلية نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدا بالوفاء بحمل تجليات العبودية إزاء تجليات الربوبية، فكان الحق عز وجل كأنه عقد بين الحق وبين هذه النفس الزكية، حيث أشهدها الحق على ربوبيتها في نفسها، وأجابت هذه النفس بالوعد للوفاء بشروط العبودية إزاء العبودية.
من بعد ذلك بعد الإشهاد الأول لهذه النفس العلية الأولية كان إشهادنا نحن إشهاد بقية الخلق على ربوبية الحق في تجلياتها على نفوس الخلق، فكانت لكل نفس من أنفسنا تجليا لنسبة من نسب الربوبية عليها، فقبلنا شهود ربوبية الحق علينا في أنفسنا وأجبنا بالوعد لحمل هذه لحمل عبء تجلي الربوبية بموافقة عليها بعبوديتنا لهذه الربوبية، فكان القليل من وفى بعهد الله عز وجل، فكانت أول نفس توفت لحق الربوبية بخدمة العبودية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعده ورثته الأنبياء المرسلون وأمته الأمة الوسطية أهل الصلاح أهل المعرفة أهل الله عز وجل، فكانوا موفين لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهود ربوبية الله عليه في شهودهم لربوبية الحق عز وجل عليهم بالنيابة، حيث في ذلك العالم حيث كنا غير متعلقين بمادتنا ولا بشهواتنا ولا بظلمة النفس والميل إلى المادة، فأجبنا فسمعنا بلا آذان، سمعت كل نفس نداء الرب سبحانه وتعالى بقوله ألست بربكم، وأجبنا بلا لسان بلى، فشهدت كل نفس على عينها بربوبية الحق عز وجل وقبلت ورضيت بتجليات الربوبية، ومقابل ذلك وعدت بالوفاء بعهد العبودية لهذه الربوبية، فكان ذلك هذا التجلي الأول لعالم الذر حين تنزلت القبضة المحمدية من نور الله عز وجل إلى عالم الظهور. ثم يكمل سيدنا الشيخ في قوله وفي القرآن الكريم وردت هذه اللفظة أي لفظة العهد في القرآن وردت 46 مرة على اختلاف مشتقاتها، منها قوله سبحانه وتعالى قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين، فكان لفظ العهد هنا هي الإمامة، فلما ابتلى الحق عز وجل إبراهيم باختبارات وابتلاءات من بينها أن فرض عليه وكتب عليه ذبح ابنه قرة العين بعد أن انتظر صلى الله عليه وعلى نبينا بعد أن انتظر ما فوق 80 سنة حتى رزق بولد، فلما رآه غلاما يافعا أمر بذبحه صلى الله عليه وسلم فاستجاب، هذه من بين الكلمات التي أتمهن سيدنا إبراهيم، فلما أتم كلمات الحق عز وجل واختبارات الله سبحانه وتعالى في مراحل سلوك إلى حضرة القرب قال الحق عز وجل إني جاعلك للناس إماما، فأعطاه الحق عز وجل الإمامة أي الخلافة عن الله عز وجل في أرضه، فكان خليفة لله، فطمع سيدنا إبراهيم بكرم الله طمع في كرم الله فأراد الفضل لبنيه ولذريته من بعده، فقال الحق عز وجل لا ينال عهدي الظالمين أي لا ينال خلافتي الظالمين، فكان ذلك وعدا منه من الحق عز وجل ألا تكون الخلافة إلا لأهل القرب وأهل غير الظالمين لأنفسهم. ثم يسرد سيدنا الشيخ أمثلة كثيرة في لفظ العهد فيقول الحق عز وجل في قوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس
أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالوفاء بالعهد هو إرجاع السابق للاحق، إرجاع اللاحق للسابق، وتحقيق الوعد الأول الذي عهدنا به بإسلامنا من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إسلامنا بدين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الإسلام وهذا العهد الأول وهو إرجاعه، غايتنا وقصدنا إرجاعه إلى الأصل الأول، حيث يتحقق الشهود بغير تعلق ولا تأثير لمادياتنا ولا لكثافة أهوائنا. فكان الوفاء بالعهد إرجاع العهد الظاهر للعهد الباطن، كأن الإنسان يرجع بكثافته إلى روحانيته وبمادته إلى لطافة روحه. ثم بعد ذلك، بعد أن يسرد سيدنا الشيخ عدة أمثلة في لفظ العهد، يتبع بالحديث الشريف فيقول عن مجاشع رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي فقلت: بايعنا على الهجرة، أي لرسول الله. قالوا: بايعنا على الهجرة. فقال: مضت الهجرة لأهلها. فقلت: على ما تبايعنا؟ قال: على الإسلام والجهاد. فكانت البيعة سنة، وكانت البيعة سنة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأيما فرض يدخل في الإسلام إلا وكان يذهب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمد يده حتى يبايعه صلى الله عليه وسلم. وكان محور البيعة على السمع والطاعة لرسول الله ولدين الله عز وجل. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركنا بالله شيئا، ونهانا عن النياحة. فأورد سيدنا الشيخ عدة أمثلة في البيعة التي هي من أصل البيع، أصل كلمة البيع، وهي بيع النفس لله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل النفس التي حرم الله، ولا ننتهب، ولا نعصي بالجنة، إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله. ثم بعد ذلك يدخل سيدنا الشيخ في معنى العهد عند السادة الصوفية، فيعطي لمحة تاريخية عن ظهور هذا طيار المبارك، فيقول: بعد القرن الثاني وقد رحل رجال الصحبة وتابعيهم، بدأت تطفو على السطح ظاهرة الدعوة للزهد والتقشف والتقليل من الدنيا والإقبال على الحق، فسمي أهل السنة من المشايخ والعارفين الصادعين بالدعوة بالصوفية. فجاءت هذه الصحوة كدعوة للعودة لنهج السلف الصالح، دعوة الصبر مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، الذين لا يريدون إلا وجه الله، دعوة كانت ولا تزال على بصيرة كحلها إثمل نور الحبيب عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه الدعوة التي أطلق عليها بالصوفية، وهذا المصطلح إنما هو أطلق على أهل الله عز وجل لما وصفوا به من صفاء بواطنهم وسرائرهم لجميع خلق الله عز وجل. فقالوا: ما الصوفي إلا من صوفي، إلا من صافى فصوفي، فصوفي أي صافى، والفعل جاء على وزن فاعل إشارة إلى المشاركة، إشارة إلى تبادل الصفاء مع إخوته في الإسلام ومع جميع خلق الله، فصافى بقلبه جميع خلق الله، فصوفي من حضرة الله سبحانه وتعالى، فسمي صوفيا. فكانت دعوتهم رضوان الله عليهم بعد أن كبرت مساحة أرض الإسلام وكثر عددهم وكثر الوافدين عليه من الملل الأخرى والأجناس والشعوب الأخرى، فكثر كذلك
كثر كذلك كثرة المتع وكثرة تلذذ بملذات الدنيا لأن الأمة فتح عليها بخيرات العالم بخيرات الأرض إذ ذاك فتبدل النهج عما كان عليه الصحابة عما كان عليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من التقلل في الدنيا والتقشف والخشوشان طلبا لوجه الله عز وجل وعدولا عن زينة الدنيا وعن ملذاتها فكثر في الناس حب الميل إلى الدنيا وحب التمتع بشهواتها لأن الدنيا فتحت عليهم بخيراتها لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منبها أصحابه قال لا أخاف عليكم الشرك بعد موتي وإنما أخاف عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد حصل ذلك حتى أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بعد فترة وجيزة من وفاته صلى الله عليه وسلم يلتقون ويتذكرون من قضى نحبه من الصحابة قبل وفاة رسول الله أي أيام الجهاد فكانوا يقولون إنما فاز فلان أي من الصحابة الذين لم يتمتعوا بلذة الحياة وقضوا نحبهم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا والإقبال على وجه الله أتى النبي ثم يستمر سيدنا الشيخ بقوله أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيان فقال أحدهما من خير الرجال يا محمد صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من خير سألوا رسول الله فقال من خير الرجال يا محمد صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمله وقال الآخر إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل ففي هذا الحديث يشير إلينا سيدنا الشيخ بأن هؤلاء الصوفية الذين ظهروا في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم داعين إلى العودة إلى المنهاج الأول إلى التقلل من الدنيا وعدم الإقبال على زينتها ونسيان وجه الله عز وجل أشار بأن الباب لديهم وطريق لديهم هو ذكر الله عز وجل فقال باب نتمسك به جامع فكان جوابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل فكان الذكر الباب الجامع لدين الله ثم يستمر قوله قدس الله سره بقوله فالذكر قطب رحى الأعمال وهو التطسم الجامع لكل معاني الدين ومراتبه وهو الروح الأعظم الساري في كل أنحاء جسم الشريعة فيصف سيدنا الشيخ الذكر بأنه هو القطب الذي يحرك الأعمال لأنه روح العمل والذكر إشارة إلى حضرة مع الله عز وجل إلى العمل بإخلاص والإخلاص في العمل هو عدم رؤية النفس كما قال الجنيد قدس سره أن تعمل العمل وألا ترى لنفسك عملا أي أن تنسب العمل الصالح إلى الحق عز وجل فذلك عين الإخلاص فلا سبيل إلى ذلك إلا بالذكر أثناء قبل وأثناء وبعد العمل حتى يتدرب الإنسان على الإخلاص ثم يقول هو التلصم الجامع لكل معاني الدين ومراتبه وهو الروح الأعظم الساري في كل أنحاء جسم الشريعة لأنه روح الدين وجميع مقامات الدين مرتكزة عليه من أعمال الشريعة والطريقة والحقيقة فالذكر عند أهل الله عز وجل هو أساس الطريقة وهو البداية والنهاية قال صلى الله عليه وسلم ذاكرا لفضل الذكر ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخيرا لكم من أن تنفقوا الذهب والورق وخيرا من أن تلقوا عدوكم فتقطعون رؤوسهم ويقطعون رؤوسكم قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكر الله دائما فكان ذكر الله أفضل الأعمال لأن بذكر الله عز وجل بسريان نور ذكر الله في القلوب تصح الأعمال
وتقبل الأعمال وتخلص الأعمال لوجه الله. ثم يقول سيدنا الشيخ موردا قول الحق عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فالحق عز وجل لما أورد هذه الآية أورد سر خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استواؤه على العرش سبحانه وتعالى باسمه الرحمن. فهذه الأسرار، أسرار خلق الأرض والسماوات منذ أن خلق الحق عز وجل السماوات والأرض وهي في ستة أيام من أيام الله عز وجل، منذ أن خلقها إلى ما لا نهاية من الأزمنة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهي في ستة أيام. فأسرار هذه الستة التي خلق الحق عز وجل فيها السماوات والأرض وما بينهما، أي ما بينهما من مراتب، إشارة إلى مراتب القرب من مراتب النفس، أي الأرض دلالة إلى النفس وإلى ما أودع الحق عز وجل فيها من ميلها إلى شهواتها وإلى أهوائها. فكان هذا الخلق للسماوات والأرض وجميع المراتب بين السماوات والأرض، أي جميع المراتب بين الروح والجسد، خلقت في ستة أيام، أي في ستة مراتب. ثم استواء الحق عز وجل باسمه الرحمن على العرش، كل هذه الأسرار، استواء الرحمن على عرشه بدهرية الحق عز وجل، أسرار ذلك أجابنا الحق عز وجل بذلك فقال: فاسأل به خبيرا. فكان الخبير هو الموصل إلى فهم معاني خلق السماوات والأرض وما بينهما في هذه الستة الأيام، واستواؤه على عرشه بأحديته سبحانه وتعالى. ثم يفرد لذلك سيدنا الشيخ معاني لهذا الخبير الذي هو لفظ الشيخ. يقول سيدنا الشيخ: لفظ الشيخ له دلالة وحمولة، قلة من الناس من يقدرها قدرها، وجل من دخل مضمار القوم إلا ويبخسها حقها ومستحقها. فلفظ الشيخ كما يقول سيدنا الشيخ قدس الله سره لم يقدر حق قدره ولو من الناس المحسوبين على أهل الله عز، من المحسوبين على الصوفية. فيقول: جل من دخل مضمار القوم إلا ويبخس هذه اللفظة حقها ومستحقها، لأنهم لم يقدروا ما أوتي قلب الشيخ من نورانية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن قربه ومن كرم الله عليه عز وجل. فالغالب في الناس وحتى في متبعي الطريقة أنهم لا يقدرون الشيخ حق قدره لعدم علمهم بمكانته عند الله عز وجل، ولعدم قدرتهم على استيعاب معنى سر روحه من سر روح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر كتاب الله العزيز مصطلح الخبير، يستمر سيدنا الشيخ بقوله: فمن هو الخبير؟ يقول سيدنا الشيخ: الخبير من ذاق معنى استواء النون الرحمانية، من استوعب العلم اللدني فاستوت روحه على طينته، فتعطر باسم الجلالة كل ذرة، فتعطرت باسم الجلالة كل ذرة منه. فسيدنا الشيخ يصف الخبير بقوله: من ذاق معنى استواء النون الرحمانية. فالمعلوم أن الحق عز وجل لما خلق خلقه استوى برحمانيته، أي باسم الرحمن على العرش، والعرش كل ما خلق الحق عز وجل من عرشه إلى فرشه يدخل أو هو جزء من عرش الرحمن عز وجل. فاستواء الرحمن على العرش له معنى قول الحق عز وجل: وسبقت رحمتي غضبي، وقوله سبحانه وتعالى: فسأكتبها، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. فكان استواء الرحمن على العرش سبق رحمته على غضبه. فيقول سيدنا الشيخ في شرح معنى الخبير بأنه ذاق معنى استواء النون، أي نقطة النون الرحمانية التي بها الحق عز وجل سرى بوصف هذه الصفة على جميع خلقه
إشارة إلى استواء رحمانية رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلب هذا الخبير، فعمت رحمته جميع خلق جميع الخلق في عصره، فكان الشيخ محلا لرحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرحمة التي وسع بها الحق عز وجل جميع الخلق، فكان قلب الشيخ تلك النور، تلك النقطة في نون الرحمن التي استوت برحمانية الله على جميع الخلق، فكان مظهرا لرحمة الله ومظهرا لرحمانيته. فجاء معنى النون في قوله عز وجل: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم. فكانت النون، كانت النون وكانت نقطة النون من اسم الرحمن هو سر خلقه العظيم صلى الله عليه وسلم، هو اتصافه بخلق الرحمن. فكان صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم باستواء رحمانية الحق على قلبه، فرأى كل شيء مرحوما برحمة الله وسالت رحمته على جميع خلق الله عز وجل. كذلك المشايخ تأسيا وسيرا على أثر رسول الله قدما بقدم. فقال مسترسلا سيدنا الشيخ: من هذا الخبير؟ من استوعب العلم اللدني فاستوت روحه على طينته. إشارة إلى تلك النقطة التي بعد أن رفعها الحق عز وجل إلى استواء الرحمانية على العرش من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنزلت بعلم الأولين والآخرين في اسم الله الرحيم. هذا العلم اللدني الذي به يوصل الحق عز وجل خلقه إلى حضرته عن طريق الواسطة الكبرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشايخ من بعدهم. فكان هذا العلم اللدني به استوت الروح على الطين، أي أصبحت الطين أو أصبحت طينة المادة الجسدية للإنسان ضمن روحانيته، فأصبحت مادته أيضا روحا. فهذا هو الشيخ، فأصبحت روحه مستوية على جميع مراتبه، فأصبح جسده روحانيا وأصبحت نفسه روحانية وأصبحت كل مراتبه روحانية. وهذا معنى استواء الروح على الطين، على الطينية للجسد الكثيف، فأصبح كله كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم روحا طيبة زكية، كما يوصف في وصفه صلى الله عليه وسلم في وصفه الخلق أنه لم يكن له ظل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فكان صلى الله عليه وسلم يمشي بلا ظل، إشارة إلى محو الجسد في النور، فأصبح شفافا جسده عليه الصلاة والسلام. ثم يقول سيدنا الشيخ: الخبير من تحقق بباء البسملة، إشارة إلى نزول نقطته من أعلى ألف التوحيد إلى خدمة باء الرب سبحانه وتعالى بتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى والتذلل التام والعبودية التامة على أثر وقدم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تلك النقطة التي سكنت تحت الباء، إشارة إلى المحو التام في حضرة الرب سبحانه وتعالى والتعبد الكامل له سبحانه وتعالى. فيقول: له القدم الراسخ في العبودية، هو عنوان هذا الوجود ومحل نظر الحق. هذا الخبير يقول سيدنا الشيخ هو عنوان هذا الوجود. لماذا؟ لأنه خليفة الحق عز وجل، كان قلبه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم محل نظر الله. فإن الحق عز وجل لما يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم وإنما ينظر إلى قلوبكم، والقلب الذي هو محل نظر الحق عز وجل هو قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه استحق جميع الكمالات البشرية والروحية في استقبال فيض جود أسماء الله عز وجل وحضرات صفاته، فكان مرآة لجمال الحق عز وجل وجلاله، فكان مستحقا لنظر الله سبحانه وتعالى وعنوان الوجود، لأنه لما خدم الحق
بعبودية رسول الله صلى الله عليه وسلم خدم من الوجود فأصبح عنوانه هو قلب هذا العالم، لأنه نخبة الكون. من سبحت في فلك وجوده كل الموجودات فكانت مظهرة لمراتبه ولخباياه ولصوره، فكان العالم كله يحوم حوله لمعرفته أسرار سريان أسماء الله عز وجل التي تدور حول الاسم الجامع الدال على الذات. فأقول سيدنا الشيخ: ومن استوت الأشباح بنعت روحانيته، أي أصبح أصبح الشبح أي الجسد في عينه روحانيا، فاستوى عنده كل من يرد طريق الحق عز وجل، لا يفرق بين أحد بين نفس ونفس إلا بتقوى، إلا بما أعطي كل واحد من استعداده للسلوك بجد وصدق في طريق الله عز وجل. فاستوى كل جسد عنده بوصف الروحانية الفائضة من قلبه، فأصبحت الأجساد بفيض نوره وبفيض روحه أيضا روحانية. وهذا هو فيض فضل طريق الله عز وجل، هو هذه التربية التي تكسب هذا القلب البشري نورانية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتستوي الروحانية على المادية. ثم يقول: الكون وما فيه في حضرته كسمسمة من هباء، إشارة إلى أن الكون لما أكرمه الحق عز وجل بمعرفة عرشية اسم الله الرحمن وخدمته لعبودية الله عز وجل على الوجه الأكمل على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبح الكون عنده كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الدنيا، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فكان الكون عنده هباء، كأنه سمسمة في صحراء لقلة شأنه عند الحق عز وجل، فتحقق من قلة شأن الدنيا في عينه لتحققها في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يسترسل سيدنا الشيخ بقوله: الخبير من جعله الحق نبراسا محمديا، نصبه على عرش الحب وأعطاه صولجان الأدب وعرفه اسمه وصيره مسمى. فكان هذا الخبير الذي هو الشيخ الوارث سنته صلى الله عليه وسلم على التحقيق، جعله الحق عز وجل نبراسا أي مصباحا مشكاة محمدية نبوية من فيض نور رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ نبراس الحبيب صلى الله عليه وسلم ليوصلهم إلى حضرة الرب سبحانه وتعالى، نصبه على عرش الحب لأن الحق ملك قلبه وتجلى بقلبه على خلقه بحبه، فأظهر حب الحق عز وجل لخلقه، أظهر تعشق الرحمن لعياله الذين هم هؤلاء الأناس الذين أحبوا معرفته وأحبوا قربه، فعرفهم على حب الله لهم كما قال الحق عز وجل في الحديث القدسي: لو يعلم عبادي مدى حبي لهم لسقطعت أوصالهم شوقا إلي. فنصبه الحق سبحانه وتعالى على عرش الحب يفيض به على أحبابه حتى يعرف مدى حب الله عز وجل لخلقه، أعطاه صولجان الأدب فمزغ بصره عن بصر رسول الله ومزغ قلبه عن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأدبا مع حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعرفه اسمه اسم الجلالة وصيره مسمى، أي عرفه اسمه وصار الاسم عنده مسمى، تحقق من أن الاسم لا يفارق المسمى، من أن الاسم مظهرا للمسمى بغير اتصال ولا انفصال. يقول العارف بالله عز وجل في ذلك: هبت نسيم المواصلة بلا اتصال ولا انفصال، بمقتضى مطلع خفي ليس له بالعقل مجال. هذا هو الخبير، وإلا فما خفي الأعظم. ف
فما خفي كان للستر إلا عن أهله حتى لا يكفر بالله عز وجل وحتى لا يظن بالله عز وجل سوءا. يقول سيدنا العربي الدرقاوي قدس الله سره: عجبت لمن طلب معرفة ربي سبحانه وتعالى، عجبت لمن طلب معرفة الله سبحانه وتعالى فلما عرفه أنكره. لذلك كان أهل الله من التحير ومن الحذر من إعطاء هذا العلم لغير أهله حتى لا يكفر بالله عز وجل وحتى لا يكذب الله ورسوله، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: حدث الناس على حسب عقولهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ في هذا القدر كفاية إن شاء الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا من فيض كتاب سيدنا الشيخ ما تنتفع به قلوبنا وتتنور به سرائرنا ونشهد به حب الحق عز وجل لنا. اللهم أكرمنا بحسن الأدب في حضرة شيخنا يا أرحم الراحمين رب العالمين. اللهم يا رب تولى قلوبنا بيديك يا أرحم الراحمين بين حضرات جمالك وجلالك حتى توصلنا إلى قلب الرجل العبد الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكلنا عبد. اللهم اجعلنا كلا عبدا لحضرتك يا أرحم الراحمين رب العالمين. وحد بين قلوبنا في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القلب الشاهد لعظمة المولى ولعبودية العبد لربه سبحانه وتعالى متحققا بوصف العبودية وشهود الربوبية يا أرحم الراحمين رب العالمين. اللهم يا ربي أسألك محبتك ومحبة شيخنا ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة أهل الله ومحبة جميع خلقك ومحبة القرب إليك ومحبة السلوك إليك ومحبة ذكرك. اللهم بارك لنا في سيد الشيخ، اللهم بارك لنا في سيد الشيخ، اللهم بارك لنا فيه، اللهم بارك لنا في صحبته، اللهم بارك لنا في صحبته، اللهم متعنا بصحبته، اللهم متع المسلمين بعمره، اللهم أطل في عمره حتى تقر عينه بما وعدته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربي قر عينه بنشر نور رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأقطار وفي جميع أنحاء الدنيا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح به قلوب العالمين، اللهم افتح به نواصي الخلق يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أيدنا بنوره وأيدنا بمحبته وأيدنا بعطفه وأيدنا بحنانه. اللهم أيدنا بما أيدته به من الحق والصدق في طلب وجهك يا أرحم الراحمين رب العالمين. اللهم اخدم بنا الطريقة يا أرحم الراحمين رب العالمين. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم ارفع بنا اللواء يا أرحم الراحمين عاليا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أهل لواء الحمد، لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعد إلينا شيخنا سالما غانما يا رب، أيده بنصرك وسلطانك يا ذا الجلال والإكرام بما أيدت به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم شافيه في جسده وفي اللهم شافيه في جسده وفي صحته يا أرحم الراحمين رب العالمين. اللهم يا ربي أسمعه عن أهله وعن أولاده كل خير يا ربي، أفرحه بسلامتهم وبعافيتهم وبصحتهم وببلوغ مناه فيهم يا أرحم الراحمين رب العالمين. سيطيب الأبديال اللهم يا ربي أرجعه إلينا سالما غانما. اللهم يا ربي بارك له في صحته وبارك له في إيمانه وبارك له في إحسانه وبارك له في مشاهدته سيدنا الفقراء جميعا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم يا ربي اجعل المحبة تسيل من قلوبنا لبعضنا ولجميع خلقنا يا رب العالمين. يا رب اجعلنا قلبا واحدا محبا لحضرتك يا أرحم الراحمين رب العالمين. اللهم يا رب أفنينا في حبك وأفنينا في نورك وأفنينا في قربك يا ذا الجلال والإكرام حتى لا يبقى إلا نورك ومحبتك يا ذا الجلال والإكرام. هذه الأمة أمة سيدنا رسول الله، اللهم أفض عليها من نورك وأفض عليها من محبتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم سلطان البلاد، اللهم يا ربي أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. بارك له في جسمه وصحته وولده وأسرته الشريفة يا أرحم الراحمين، وفقه لخدمة هذا الشعب ولخدمة دين الإسلام ولخدمة أهل الله ولخدمة لواء الذكر يا أرحم الراحمين رب العالمين. اجعله من الذاكرين الشاكرين العارفين بك يا أرحم الراحمين. نور قلبه بنور مشاهدة يا أرحم الراحمين رب العالمين. اللهم انفع به العبادة والبلاد، اللهم يا رب اصلح ولاة المسلمين أجمعين،
اللهم أصلح ولاة المسلمين أجمعين، اللهم بارك فيهم أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب اختم لنا بالشهادة وبالحسنى وزيادة يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالشهادة والحسنى وزيادة يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. والختمة لأمين.